إذا خوفي بيها، خوفي بيه الشخصية ما دي دماغية إنك تربوكي. صار لنا شي 24 في المنطقة هاي، دائما الولاد يحون يصحون يجون ما لقوا شيء. البارحة أحمد الولاد صاحين بغنم، لاقين هالحديدة جابوها شايينها بديوهم، فاتهم على البيت جاي يلعبون بيها، داقينها بحجارة وطقت عليهم. أنا باني بيتي يعني بالبيت الثاني، رحت على البيت الثاني وخليتهم هم قاعدين جاي يلعبون. رحت نص ما صرت البيت ذاك واسمع الطق وراي. لما جيت وانه طاق عليهم وكل واحد مقروف الحال. بي انا واخوهم الكبير قمنا نشيل من هالولاد ونزت بهتش والبغات هالبيت انزت. بي سدنا جيراننا فزعوا علينا فسحفونا اياهم، عماهم جم يتراكضوا سحفونا اياهم جابونا اياهم بهالمشفى. وصارت علينا هالمشكله. لقوها بهالقيع وجابوها. بيها خيط وشايلينها وقاعد يلعبون بها الوليد. لما جاي على البيت داق الوليد بحجرة بسبايب داعش لا يحس بابهم وبلاهم وراهم، لا حسم تسببهم على العالم بهالشيء يعني. وانا عمتهم للاطفال هذول، وكنا قاعدين الصبحيات ما سمعنا غير الضربه كبيره. ضربه طبعا سبايب اثر داعش، هذا كان القام قديمه، كانت حديده مصديه صار لها زمان، صار لها فوق الخمس سنين. واطفالنا تشردت ونحن تشردنا، اطفالنا هي كلياتها لا مدارس. يعني نحن بأزمة هالحرب ما ارتاحينا ولا لحظة، حتى واحنا نايمين ما بنرتاح، واحنا نايمين ما بنرتاح. يعني شو بدي اقول لك، شردنا اكثر ما بتتصور. يعني قد ما حكيتك ما بدي اخلص. نحن يا العرب الغنامة نحن تدمرنا. طلعي هدول اولاد راحوا اربعة، يعني واحد منهم خسروا ايده واجره، واحد معاه نزف بدماغ ما بنعرف عنه شيء. وهدول لا، هدول اثنين وضعهم احسن يكون مستقر، بس هدولك يعني بسبت شو؟ بسبت المشاكل، بسبت الحرب، بسبت داعش. بالنسبه يعني ما اطفالنا ما لهم مستقبل بنوب. اطفالنا ما يعني ما حد نطلع عليهم ولا لهم مستقبل، اذا اسمهم ما بيعرفوه. يعني بدهم يكتبوا اسمهم ما بيعرفوا اولادنا. يعني بالنسبه شو وضعهم؟ يعني بدهم دراسه، بدهم عنايه، بدهم نظافه، بدهم كل هذا مو موجود.